أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الطعام يشكل المجتمع والثقافة التي يعبر عنها، ويعتبر جزءا أساسيا من هوية أفراده ومرآة تعكس تاريخه الممتد إلى آلاف السنين. فماذا نأكل وكيف نقدم كل طبق؟ جميعها تعكس جزءا من هويتنا الشخصية والمجتمعية الأصيلة. طبعا ثقافة جديدة نتعرف عليها اليوم مع الزميلة ساري سعيد عبر فقرة مذاقات بلا حدود، نتابع. تجربة جديدة من تجارب مذاقات بلا حدود سنخوضها اليوم في المطبخ الآسيوي، وبالتحديد في المطبخ التايلندي. Let's go. وصلنا لأحد الأماكن الآسيوية الأكثر تميزاً في إمارة دبي، وهو مطعم توشي جراند ميلينيوم مع الشيف ناتا. ويلكم شيف، هاو ار يو؟ سواديكا. إذن مشاهدينا، بنبتدي اليوم يمكن الطبق الأكثر شهرة في تايلاند، وهو عبارة عن شوربة اسمها تم يام سوب، تمتاز بالطعم الحار والحامض في نفس الوقت. وهني في توشي عندهم لمستهم الخاصة، وأكيد شيف ناتا بتحضرها بطريقتها الخاصة. أحد أسرار نجاح التوم يام سوب هو الفليفر أو المكونات اللي تستخدمها، سواء كانت من الأعشاب أو حتى الشرمب اللي الحين يمكن بتسلقه بتنزله في الماء وبتاخذ ماء السلق هذه وتستخدمها في الشوربة نفسها. وبعد من الأعشاب اللي تمتاز فيها شوربة التوم يام اللي هي الليمون جراس الموجود معانا هني، وبعد أوراق الليمون، عشبة الليمون، وكذلك طبعا مستخدمين الزنجبيل، هذا معجون الفلفل، وهذا الفيش صوص أو صوص السمك. وبعد بنحضر التوم يام اليوم الكريمي توم يام اللي بنستخدم فيها حليب جوز الهند. يوم تقطعون الليمون جراس حاولوا تضغطونه قبل لا تقطعونه حتى يخرج العصارة اللي فيه، عقب تحطونه في الماء حتى النكهات العطرية اللي فيه تطلع قبل لا تحطون الشرم أو الربيان. أباكم تشوفون مزيج الألوان الموجود معانا هني، هذا كله بيساعد في إظهار نكهة التوم يام بشكل أكبر، وبنفس الوقت يعطي غناوة للطعم. الحين بتضيف الكزبرة. شيف الحين بس حطت راس الربيان لأنها ياسة تحضر البروث أو المرق، مرق اللي بنستخدمه في الشوربة حتى يكون معزز بكامل النكهات البحرية والعطرية اللي استخدمنا فيها الأعشاب مثل ما شفتوا. عقب ما خذينا النكهة من راس الربيان اللي كان موجود معانا في الخلطة شلناه، عقب الحين بنضيف المكونات اللي بنستخدمها في شوربة التوم يام واللي هي عبارة عن المشروم أو الفطر، وبعد الربيان اللي أوردي مشيول منه القشور مالته. إذا هذا التشيلي بيست خاصة لشوربة التوم يام بيعطيها اللون وبيعطيها السويتنس. أول سر معانا لليوم تحطون حليب جوز الهند على طول وانتو حطيتوا الربيان، عساس انه تكستشر الربيان مع السوى لا يستوي بزيادة ويستوي ربري او قاسي القوام. وبعدين تحطون الليمون وتسكرون التشولة عساس انه لا يقلب معاكم مر. إذن هذا الطبق أصبح جاهز معانا نفس ما تشوفون، يعني الألوان على الرائحة على طريقة التقديم كلها صراحة روعة، وأنا مو بقادرة أصبر حتى أجرب هذا الطبق.
واو واو واو. وأكيد ما يستوي نخوض في غمار المطبخ الآسيوي بدون لا نحضر السوشي، وبنحضره مع الشيف كوت. ويلكم شيف. أمامنا طبعا المكونات: تونة طازجة وسالمون وأفوكادو، كراب أو سلطعون وخيار، بيض السمك، وهذا عندنا what is this chef؟ كريم تشيز. كريم تشيز. وبعد عندنا هني الأرز المحضر مع خل الأرز. وبنبتدي let's go chef. إذا نفس ما تشوفون طريقة السوشي الحين تقدرون تستفيدون منها، تحضرونها في المنزل. موجودة طبعا التولز هذه، تكون موجودة في السوبر ماركتات. ياس يفرد الشيف، أول شيء حط طبقة من الأرز، فوقها طبقة من بيض السمك والسمسم، السمسم، وعكسها. الحين بناخذ السالمون وبنقطع شرايح رفيعة، كريم تشيز، أكيد ما يخلى الأمر من الأفوكادو. هذه النكهات كلها تمتزج مع بعض حتى تقدم لنا رول شهي وفرش. إذن هذا أول صنف من السوشي صار جاهز ويانا، بنحضر الصنف اللي بعده. Go ahead chef. هالطريقة في السوشي بيعرضونها للحرارة لاحقا. الحين ياسي رصها. أهم شيء في السوشي إن المكونات والأسماك تكون طازجة جدا. هذه الفاينل تاتشز من الشيف، حط عليها الترياكي صوص اللي يمتاز بقوامه اللي يمكن ثقيل نوعا ما والسويت. سمسم. واخر شيء السمسم. بنفس الطريقه بنحضر نيجيري، لكن هالمره مع سمك التونه. وبكذي صار عندنا التونة نيجيري جاهز، يلا نجرب. طبعا اعتقد ان الشيف مسوي فيني مقلب، كبر قطعة الماكي لهالدرجة. خلونا ننتقل للصنف اللي عقبه اللي هو السالمون نيجيري. Thank you, Chef Kot, for doing this amazing dishes. فعلا الأطباق جدا رائعة والطعم جدا مختلف لأنه جدا طازج وفريش. وأكثر شيء حبيته اللي هو السالمون نيجيري، لأنه فيه شوية سويتنس على سمسم، على فريشنس، كل الأطباق لذيذة. فالحين قصة تجربتنا ويا السوشي، let's go على الحلا. Thank you, Chef. Thank you so much. والحين وصلنا لجزئي وجزئكم المفضل وهو الحلا. وطبعا ما تخلو التجربة التايلندية بدون ما نجرب الحلا المفضل لديهم واللي هو المانجو ستيكي رايس اللي بنحضره مع الشيف. هذا الأرز اوريدي كان مسبق التحضير، موجود في كوكونات ميلك.
إذا يمكن قد يكون هذا الطبق من الحلا من أكثر الأطباق اللي هو يكون فرش من حول العالم لأنه يستخدمون فيه، هو كذلك يمكن فيجن فريندلي. yes. يعني حتى الكريم المستخدم في هذا الطبق هو كريم من جوز الهند، فيعتبر طبق نباتي بامتياز. خلونا نجرب. It's like a hug. هذه كانت تجربتنا لليوم في مطعم توشي اللي يقدم مجموعة من الأطباق الآسيوية المتنوعة، واليوم الهواء كان تايلندي وختمناها بهذا الطبق اللذيذ اللي هو مانجو ستيكي رايس. أتمنى أن هذه التجربة نالت على إعجابكم وحمستكم أنكم تخوضون في غمار المطبخ التايلندي. ترقبوا مذاقات بلا حدود في الحلقة القادمة.